شكرا. اذا الزياره ديالكم زياره ميمونه بمناسبه اليوم ديال السوق الاسبوعي، حنا يوم السوق يقتلكم السوق ثلاث مكس. هذا السوق اللي كان سوق كبير قبل ما يكون السد ديال السد الشاهد، ولكن مع الاسف مع الترحال ديال الجماعه اللي انتقلت من المركز ديالها القديم الى المركز الحالي، السوق ولا ضعيف لانه بعد عن مدينه فاس، ولانه بعد حنا على زرهون. دابا الان من بعد هذا الانجاز ديال الطريق الجديده، السوق ولا قريب لفاس، ولا قريب للسكان ديال عين الله والسكان ديال مولاي يعقوب. اذا هاد الناس اللي كيسكنوا في مولاي يعقوب في عين الله ممكن لهم دابا الان يجيو يزوروا السوق ويتقداو من السوق، لان فيه منتجات محليه، منتجات محليه يعني بواحد الجوده عاليه واثمنه منخفضه بالنسبه لموسم الرمان. هذا المعروف ان مكس الرمان ديالها معروف على صعيد المنطقه كلها، كذلك المنتجات الاخرى ديال جميع المنتجات الفلاحيه ديال الخضر والفواكه، وكذلك انه الناس ديال السكان ديال زرهون كذلك تنتمناو انه يبداو دابا يزورونا، لان السوق غادي تيتوسع. والسكان ديال سد الودايه بطبيعه الحال لانه هي الجماعه ديالنا السابقه، السكان ديال زكوطه، لان زكوطه ولات تقريبا ما كملاش 25 كيلومتر باش يزوروا هذا السوق ديالنا. وتنشجعوا جميع الرجال التجار، التجار لا من الزرع ولا من الفواكه والخضر، كذلك الجزارين، حنا تنمدوا لهم جميع التسهيلات. والسوق ان شاء الله هو القلب النابض ديال الجماعه، وتنتمنى انه يقدم خدمات جليله سواء للسكان او للرواد ديالو، سواء من التجار ومن السياح، وان شاء الله حتى المنطقه السياحيه اللي تنفكروا باش نديروها على السد حتى هي غتجلب لنا زوار من نوع اخر ديال السواح اللي تيكونوا تيجيو من مدن بعيده. وتنشكركم على هذه الالتفاته وعلى هذه المبادره، وشكرا لكم.